انا مش فاهم ليه لغايه دلوقتي ما جوش عملوا معانا الواجب. مستعجل قوي يا اخويا. ربنا يهديهم علينا. بس انا برضه لغايه دلوقتي مش فاهم هم ليه ما جوش عملوا معانا الواجب. لا في ايه يا حلمي؟ اقعد انت امور فيها كده لغايه ما العين فوق دماغنا. يا جدعان انا لسه كنت خارج من الحبس هرجع تاني. انا مش فاهم انت ازاي كنت ممسوك كل الفتره دي كلها وما عرفتش تلقط لنا كلمه ولا حتى اسم نفهم منه اي حاجه. القط ايه؟ القط ايه؟ انا كنت متغمي طول الوقت وقاعد في اوضه متر في متر باكل طقه واحده. عايزني بقى ازاي اركز في كل اللي حواليا؟ وبعدين يعني انا كنت فاكر الموضوع ده يخصني انا يعني برا عنك انت. انا اساسا ما اعرفش ان انت خرجت غير يوميها. انا اقول يا رحيم فاكر اخر مره انا اتحبست فيها هنا؟ انت جيت عشان تخرجني وكان معاك يوميها راجل كبار قوي. الراجل ده راح فين؟ احنا فيه ولا في ايه يا حلمي؟ اصل انا افتكرت الموضوع ده دلوقتي. الراجل ده كان اسمه ايه؟ ما تسك بقى على سيره الناس الزباله دي. يوه. طب وبعدين طيب؟ اطقطم بقى يالا. هيبان. كله هيبان. ما هم اكيد مش مخرجيني عشان يحبسوني هنا. ايه ده؟ وانت مش خرجت عشان خلصت مدتك؟ انا القضيه الوحيده اللي اتحكم عليا فيها كانت قضيه حزت سلاح وخدت فيها 5 سنين، والباقي بقى كان هديه من عندهم على ذمه قواضي تانيه. ليه بقى خرجوني دلوقتي رغم ان القواضي دي لسه شغاله وما اتحكمش فيها؟ يمكن عشان حوار 700 مليون؟ يمكن. هو ايه حوار ال 700 مليون ده؟ امال انت فاكر كنت مخطوف ليه؟ ده انت كلك على بعضك ما تسواش 3 ساعة. ايوه طب ما انا عايز افهم. روح اقعد هناك. عم حلمي. اه. جيب سيجاره. دي اخر سيجاره معايا. ونشد لك نفسين. نفسين؟ خلاص وفرت. قبض عليه؟ قبض عليه ازاي؟ البوليس جه خده هو وهشام. يعني ايه خده هو وهشام؟ مش هشام الزفت ده غايب ليه 6 شهور ومحدش يعرف عنه حاجة؟ ما هو ملحقش، يا دوب رجع من هنا البوليس جه وقبض عليهم من هنا. قدر ولطف، الحمد لله. سيد، اوعى تكون انت ورا الموضوع ده. لا 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 قدامه، ده من عند ربنا. وانا قلت لك يا حبيبتي دخول رحيم السجن ده مصلحه ليه، واحنا كمان هنطمن عليه. سيد اسمعني عشان خاطري. فاكر رحيم لما اتحبس؟ فاكر الناس كلها كانت بتقول ايه؟ كانوا بيقولوا انه عمره ما هيخرج تاني، بس حصل ايه؟ اهو خرج. وده بقى معناته ايه؟ انه ممكن يخرج تاني بردك. واحنا بقى المرة دي مش عارفين هو اتمسك في ايه هو وحلمي وهشام. ايه رأيك بقى تفتح صفحة جديدة؟ ايه رأيك تقف جنب رحيم المرة دي؟ تدور عليه وتقوم له محامي؟ ما تكلم له اللي اسمه سامي عوض ده؟ انت عارف رحيم لو خرج وعرف انك عملت معاه كده هيشيلها لك جميلة طول العمر. اه والله صدقني. ولا انت يعني فاكر ان رحيم هيفضل ساكت ان انت قاعد في القصر بتاعه واخد المركب بتاعته؟ وبعدين انت قلت لي ان احنا هندخله السجن عشان مصلحته وما عرفناش، يبقى لازم دلوقتي بقى نعمل له بقى. انزلي من على ودني يا رحاب بقى. زن انا من ساعه ما عرفتك وانت على وداني. طب اقتنعت بكلامي ولا لا؟ بس طب بس انت قومي كده غيري هدومك كده وركزي في بيتك وشوفي عيالك اللي انت سايباهم امبارح على الغندوره. طب فهمني بس هتعمل ايه؟ اوه يا رحاب اتكلي على الله شوفي عيالك بقى. ها سامي، عرفت اللي حصل لرحيم؟ طب انت عايز اعمل لك ايه دلوقتي؟ حاضر. رحيم السيوف اتقبض عليه تاني. بركة يا جامع. حمار. ليه كده طيب؟ فهمني يا كبير.
رحيم كان ممسوك على ذمة قضية. اه. والقضية لسه شغالة. اه. طب هما أفرجوا عنه ليه دلوقتي؟ اه. لا مش عارف. وهنفضل كده مش عارفين ونلف حوالين نفسنا لحد ما نعرف. امشي انت دلوقتي. حاضر. مساء الخير معليك. انا بكلم عليك في وقت غير مناسب. انا اسف جدا. سعادتك عارف ان رحيم السيوفي خرج بس اتقبض عليه تاني. طيب انا كنت عايز معليك في خدمه. طب يا باشا اتفضل 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 يا فندم اتفضل اتفضل. ادخل. امرك يا احمد باشا. خد لي رحيم واللي معايا خالد. لا يا فندم هم مش موجودين. نعم النيابه استدعتهم. ايه اللي بتقوله ده؟ ازاي يحصل الكلام ده؟ يا فندم معرفش والله انا جيت الصبح قالوا لي ان النيابه استدعتهم عشان يا تهريج ازاي تسمح بكده؟ انت بتهرج؟ هربت ليه من المراقبة اللي كانت عليك؟ المراقبة؟ أنا أول مرة أعرف إن عليا مراقبة يا باشا. بعيني يعني المؤاخذة لو هما بيراقبوني ومش عارفين يراقبوني تبقى المشكلة عندهم هما مش عندنا. ما هي أقوالك في التهم المنسوبة إليك؟ لأنك كنت متواجد في الفيلا رقم 34 أثناء إطلاق النار بيها. يا باشا أنا آخر مرة اتواجدت في حتة فيها ضرب نار كان يوم ما جه احمد بيت دي بيقبض عليا. يوميها سيادتك انا رحت زقه من العربيه. هو فاكر كده كويس. دي كانت اخر مره. قول لي بقى انت اخر مره شفت الراجل ده امتى؟ انا عمري ما شفت الراجل ده قبل كده. آخر واحد كنت أتخيل إن أشوفه هنا. جرى يا رحيم بيه؟ أنت نسيت أنا مين ولا إيه؟ أنا سامي عوض. هو في حد غيري يقدر يدخل هنا ويقابل اللي هو عايزه؟ شيطان. أعتبرها مجاملة. طب وأنت عرفت مكاني إزاي؟ ده أنا نفسي معرفش أنا فين. يا سلام. ما أنا أصحابي كتير وأنت عارف. وبعدين اغلبهم انت اللي معرفني بيهم. لا والله وتمر المعروف يا عم سامي. ما هو لو ما كانش المعروف تمر ما كنتش ابقى قاعد قدامك دلوقتي. المهم عايزين نقعد مع بعض ونتكلم عشان في حاجات كتير قوي واصلك غلط. انت هتتكلم زي سيد ولا ايه؟ اهو سيد ده بقى هو اللي بلغني بخبر القبض عليك وقال لي ادور عليك وخرجك. يا راجل شوف ازاي. شفت بقى؟ شفت ان انت وصل لك حاجات كتير غلط. المهم انا جاي ابشرك بشرة حلوة قوي 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 يا سيدي البيه. يا سيدي البيه. انت قد الكلمة اللي انت بتقولها دي. امال. الو مين؟ مع سيادتك رحيم السيوفي يا باشا. تتكلم منين؟ مش مهم انا بتكلم منين، المهم ان انا حبيت اشكر سيادتك لانك اكيد سبب خروجنا. خروجك؟ الله، لو سيادتك ما درتش ما انا اصلي خرجت لعدم كفايه الادله. يعني ايه؟ شكل سيادتك مشغول. انا مش عايز اعطلك، انا بس حبيت اشكر سيادتك على وقفتك جنبنا. السلام عليكم. ايه ده؟ هو مش هو اللي خرجنا؟ لا لا. امال احنا خرجنا ازاي؟ اللي خرجني النهارده هو اللي خرجني من السجن، علشان كده حبيت اتاكد.
اذا كان احمد دي بيد في الحكايه دي ولا لا. رحيم باشا، الاستاذ بيسال على سعادتك. رحيم بالسيوفي؟ خير؟ في حد في انتظار معاليك بره. هو اسمه ايه ده؟ هو احنا لحقنا نشم نفسنا؟ حد مين ده؟ هو في انتظار معاليك بره مستنيك على اول الشارع. طب انا جاي معاك. انا جاي معاك انا كمان، مش هسيبك. جرالك يا حلمي، مالك بقيت خفيف قوي كده ليه؟ انت مش شايف الراجل شكله بيناس ازاي؟ اطلع انت على البيت علشان تطمن مراتك وبنتك، وانا مش هتاخر. يلا يلا عمو. اتفضل يا فندم. أمينة؟ وحشتني قوي يا رحيم. انت ايه اللي جابك هنا؟ اركب ونتكلم في السكة. اركب بقى. الحمد لله على السلامة يا بابا. كنت خايفة عليك قوي. ما تقلقيش، ما انا معاك اهو. والله ما تعرف احنا كنا حاسين بايه. تعالي. طب ده رحيم لما مشي ما رجعش الا بعد 7 سنين. والله العظيم انا كنت خايفه، خايفه قوي. يا ماما والنبي ما تقوليش كده. والله ما كنت اقدر استحمل حاجه زي دي تحصل يا بابا. ما انا معاك اهو. ما خلاص بقى يا ريم، انت هتعملي حوار؟ ما هو قاعد قدامك اهو زي الفل. رحيم اتاخر قوي. مش كنت رحتوا معاه نشوف المشوار الغريب ده؟ هتصل بيه. يا رحيم انت فين؟ ايه؟ مع مين؟ طمنا يا ابني. ماشي ماشي. خد بالك. ها سلام رحيم. مع أمينة. أمينة؟ أمينة تاني؟ معرفش، لما يجي أكيد هطمنها. أمينة، أنا مش حمل خسارة تانية. وهو أنا اللي حملها؟ بس لازم نشتغل يا حلمي، ولا هنحط إيدينا على خدودنا ونفضل ساكتين؟ ما أنت شايفة البلد عاملة إزاي؟ ده في يوم وليلة الدنيا بتتقلب. حلمي، شحنة السلاح دي لو دخلناها هنبقى في حتة تانية خالص. اسمع مني، والله لا نبقى ملوك البلد بجد. دي آخر سهولة معايا. وأنا زيك بالظبط. بس اللي مش هيخاطر دلوقتي حلمي مش هيكسب. هو أنت فاكر رحيم بقى رحيم إزاي؟ عشان ما كانش بيخاف من حاجة. ربنا يفك سجنه. أيوة بس أنا بقيت بخاف. ما تخافش، اسمع كلامي بس يا حلمي. ده أنا بقول لك أنت اللي هتأمن بنفسك. عشان كده انا مطمنه وضمنها 100%. ها حلمي، مالك يا حلمي؟ فيك ايه؟ احنا ضعنا، احنا ضعنا يا حنان. الرجاله طابت عليها والبضاعه اتصدرت، احنا خلاص انتهينا. ما قلت لك بلاش تشتغل مع امين، هتضيعك. ما سمعتش كلامي. خسرنا كل حاجة. آخر فلوس كانت معانا راحت. إحنا بقينا على الحديدة. ما تقلقش، كل حاجة تتعوض. نصيبنا كده بقى. هنعمل إيه؟ حلمي فلت ابن اللذينة، بس مش مهم. المهم ان احنا عملنا اللي احنا عايزينه. والله انا كان الود ودي نخلص من حلمي ده نهائي. عمره بقى ونبي سيبوه في حاله بقى، كفايه كده.
ده عليه ديون متلتلة. يا سلام، طول عمر ما عليك قلبك أبيض. قوي جرى ايه يا جماعة؟ فين الشيكات؟ بسرعة كده في الترقة ترقت. ها ده انت حاملة. ايوه طبعا. بقول لكم ايه، انتوا وعدتوني انكم هتعوضوني الخسارة اللي بخسرها مع حلمي. شيك اهو جاهز ومامضي علشان القمر. اتفضلي حبيب قلبي يا اختي. حلال عليك، مش البوس شيك. قولي يا سلمى. تحت امرك. سكت لي يا رحيم. هنروح على فين؟ على فيلتي عشان نتكلم براحتنا شوية. انت مش عارف انت وحشني قد ايه. انا كنت فاكرك عامله لي كمين زي اللي اتعمل لي في بلاء. وانت تتخيل برضو ان انا ممكن اعمل اي حاجة تأذيك يا رحيم؟ عامة لما نوصلها فاهمك كل حاجة. كنت عايزاني فيها يا مينا. وحشتني يا رحيم. ما خرجتش عليا ليه اول ما جيت من السجن؟ بمناسبة ايه؟ هو مش حضرتك ست متجوزة برضو؟ كنت متجوزة يا رحيم، واتطلقت اول ما عرفت ان انت خرجت. دي ايه الصراحه دي؟ ما انت عارف يا رحيم، انت عارف ان انا معاك ببقى حاجه تانية. علشان كده بعتي لي خميس الونش عشان يقتلني؟ مش انا يا رحيم، السيد هو اللي اتفق معايا، ولو شفت خميس ابقى اساله بنفسك مين اللي اتفق معايا. أنا بس كنت حاضرة معاهم الاتفاق. دي مش صراحة وبس، دي بجاحة كمان. يعني كنت عارفة إن هو بعت ورايا عشان يقتلني وسبتيه؟ كنت عايزة أتأكد إنك لسه رحيم بتاع زمان. أنت مجنونة. رحيم، أنت محتاج لي وأنا محتاجة لك. أقول لك على فكرة؟ تعالى نتجوز وهرجع لك كل حاجة اتاخدت منك. وانت فاكرة اني ممكن اتجوز واحدة زيك علشان السبب ده وبس؟ بس انت بتحبني يا رحيم، انا عارفة كده كويس، وإلا ما كنتش هتسيبني اشتغل معاك طول الفترة اللي فاتت دي كلها. بس احنا كان في بينا اتفاق ان عمرنا ما هنتجوز. عشان اصلي صح؟ عشان عمرك ما كنت هتتجوز حتة سكرتيرة عندك من الأبجية. بس أنا كنت عارفة وموافقة يا رحيم، عشان كنت بحبك وكنت عايزة أبقى جنبك بأي طريقة وخلاص. ووافقت لما عرفت إنك هتتجوز داليا عشان تبقى الواجهة الشيك بتاعتك. بس أنت كنت بتكذب يا رحيم عشان انت حبيتها. طب تسمح لي اغير هدومي؟ خد وقتك. سامي، شوف لي تذكرتين سفر. انا بيتقبض عليا. ايه؟ شوف لي تذكرتين سفر. لاي مكان؟ انا وداليا. اسمع، هات لي الورق كله اللي معاك على المطار، ورق الضد يا سامي. حاضر حاضر. حالا. في ايه يا سامي؟ رحيم بيتقبض عليه دلوقتي. يا نهار اسود. بقولك ايه، انا لازم اتحرك دلوقتي. هو المفروض مجهز لهروب، وانا هحجز له تذكرتين طياره هو داليا. نعم، داليا دي ايه يا حبيبي؟ طب وانا ما جابش سيرتي؟ لا 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 لا، ما هو اكيد طبعا هيكلمك، بس بقولك ايه، مش هينفع نشغل دلوقتي، ناجل الشغل لوقت تاني. ده لو عرفنا بقى. مش بيرد. انا لازم امشي. سامي استنى، انت مش هتتحرك من هنا يا حبيبي غير لما رحيم يرد عليا. انت قلت بنفسك ان رحيم عمره ما هيخرج من سجنه. ما انا قلت لكم ان الفلوس والشركات بقى ساميكوا فعلا. لا،
بس في ورقة الضد اللي واخدها علينا. أمال ما أنا أكدت لكم إنه عمره ما هيطلع من السجن، يعني ملوش لازمة. بس أمينة عندها حق، إحنا ليه نربط نفسنا بورق ممكن يضرنا في يوم من الأيام؟ بالظبط، وأنا قلت لك إنك لو قلت لأي حد إنه في ناس دخلوا حرقوا المكتب في الهوجة بتاعت الثورة دي، محدش هيعرف يكذبك. يا بنتي الإيه؟ فينو أوي الفكرة دي؟ أنا موافق. توكل على الله يا متر. أنا بس خايفة لا يكون في حد تاني معاه نسخة تانية من الورق. زي مين؟ داليا مثلا. مالكيش دعوة بداليا. افرض داليا. مالكيش دعوة بداليا. بعدين رحيم مش عبيط عشان يفرض ورق مهم زي ده في كل حتة. أمينة أنا عارف كويس قوي أنت عايزة إيه من داليا، وبحذرك داليا دي بتاعتي واللي هيقرب لها مش هرحمه. صلوا على النبي يا جماعة، الموضوع بسيط. حلال عليك يا سيدي. بس حلمي مش هيسكت. طبعا. حلمي ده سيبهولي. طالما انت عارفه كده عايزه مني ايه دلوقتي؟ مش عايزه حاجه يا رحيم، انا عايزه بس نرجع لبعض. وبعدين الدنيا اتغيرت يا رحيم، وانت محتاج لي زي ما انا بالظبط ما محتاجه لك. وداليا كلها اسبوع ولا اسبوعين وهتتجوز عماد، ده اذا خرجت من اللي هي فيه. خرجت من اللي هي فيه؟ انا عشان كده جيت لك دلوقتي يا رحيم، لما لقيتك ان انت ما رحتلهاش طول الفتره اللي فاتت دي عرفت ان انت لسه. بتقولي ايه؟ خرجت منين ورحت لها فين؟ انت ما تعرفش ان داليا اتحبست؟ ايه؟ تعالى هنا. اوعي رحيم.